السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في الحلقه السادسه من برنامج اصنع نجاحك بنفسك. واليوم حنتكلم عن موضوع مهم وهو المهاره. المهاره يعني كثير اخواني الافاضل من الناس اللي بيراسلون كيف نتقن المهاره. بحكي لك اخي الفاضل انه المهاره تعتبر من اهم الاهداف التي يسعى اليها جميع الناجحين، واتفق الناجحون على انه هذه المهاره هي شيء رائع من اجل انه انت ترتقي بنفسك. وخليني احكي لك انه اعلى الناس اجرا في العالم اليوم هم اللي بتقاضوا على الرواتب. عشان هيك لازم انت تكون اخي الفاضل من الاشخاص ذوي المهارة واللي دائما بتقنوا مهارات متعددة وبحافظوا على تنمية هذه المهارة من اجل التقدم وتحقيق الاهداف. وخلينا نتطرق أعزائي المشاهدين لتعريف المهارة. المهارة تعريفها بشكل بسيط هي مجموعة من الخبرات والمعارف والقدرات الشخصية التي يجب توفرها في الشخص لكي يقوم بعمل وظيفة معينة أو أداء مهمة معينة. وكثير إحنا نجد في الوظائف أو في إعلانات الوظائف كثير من المواصفات المطلوبة والشروط للخريج أو للموظف اللي بده يحصل على وظيفة معينة. فعشانك لازم أخي الفاضل أنت تحرص على أنه أنت تكتسب اليوم المهارات النوعية والرائعة لكي تكون الأقدر على الحصول على هذه الوظيفة. دعونا نتطرق اخواننا الافاضل لانواع المهارات، هي السوفت سكيلز والهارد سكيلز. الهارد سكيلز اخواننا الافاضل هي مهارات لها اسس وثوابت وقواعد منطقيه لا تتغير، يمكن تعلمها بسهوله، مثل مهارات المتعلقه بالكمبيوتر. اما السوفت سكيلز فهي مهارات تتعلق بالشخص نفسه وعلاقته مع الاخرين، مثل التفاوض الفعال، الكوميونيكيشن سكيلز، ايضا الوعي بالذات، الثقه بالنفس وهكذا. هذه المهارات اخي الفاضل بتتعلق بالشخص نفسه وعلى مدى قدرته وقابليته تعلمها واتقانها. عشان هيك بنلاقي رجل المبيعات، في هناك رجل مبيعات بتقاضى ملايين وآلاف الدولارات، بينما هناك رجال المبيعات يتقاضون مئات الدولارات. عشان هيك بنقول لك لازم أخي الفاضل تستمر في تطوير مهاراتك، خصوصا السوفت سكيلز. ودعونا نتناول أعزائي المشاهدين قاعدة مهمة جدا لتعلم أي مهارة. لازم أنت عشان تتعلم مهارة معينة لازم يكون عندك هدف أساسي أنت تضعه من أجل تعلم هذه المهارة. طب ليش أخواننا الفاضل نقول لازم يكون عندك هدف؟ لأنه هذا يعتبر حافز أنه أنت تتعلم هذه المهارة. يعني خلينا أقول لك مثلا، شو المهارة اللي أنت بدك تتعلمها؟ لازم تحدد هذه المهارة. طب ما هو الهدف من تعلم هذه المهارة؟ يعني مثلا أنت تتعلم مهارة الكتابة أو الطباعة على الكمبيوتر باللغة الإنجليزية. طب ليش أنا بدي أتعلم هذه المهارة؟ لكي أزيد مثلا من الأجرة أو الراتب الشهري الخاص بالوظيفة، لكي أرتقي بأدائي، لكي يعني أصعد السلم الوظيفي وهكذا. يعني لازم يكون عندك أخي الفاضل هدف من وراء تعلم هذه المهارة، لأنه هو الحافز اللي بيخليك أنه ترتقي في الوظيفة أو تحقق الهدف المنشود من وراء تعلم هذه المهارة. وخلينا أضع معك هدف لتعلم مهارة أخي الفاضل. مثال، يعني أنا بدي أحسن مستواي في الكتابة على الكيبورد أو على الكمبيوتر باللغة الإنجليزية. طيب قديش أنا بدي أطبع أخي الفاضل؟ لازم تحط إنديكيتور، لازم تحط مؤشر للأداء أو يقيس أدائك في مدى تقدمك في تعلم هذه المهارة. يعني مثال، أنا الآن بطبع مثلا 20 كلمة في الدقيقة على الكيبورد أو طباعة باللغة الإنجليزية. الآن لازم أنا أضع هدف إني أحسن هذا المستوى مثلا لـ50 كلمة في الدقيقة. عشان هيك أخي الفاضل لازم يكون عندك إنديكيتور من أجل التحسن والتقدم، لأنه الإنسان أخي الفاضل كلما يعني وجد نفسه يخرج من منطقة الراحة أو في تقدم ملحوظ، دائما بكون هذا حافز ذاتي إنه يشتغل أكثر ويتدرب أكثر ويجتهد أكثر ويتقن المهارة المطلوبة. ويقول الخبراء أعزائي المشاهدين إنه من أفضل الوسائل لتعلم مهارة معينة واتقانها والمحافظة على تنميتها هي الممارسة العملية للمهارة. كيف يعني؟ انه نحكي لك 70% من خطوات اكتساب اي مهارة بتتركز اخي الفاضل في الممارسة العملية. طيب خلينا احكي لك ما هي اشكال الممارسة العملية بشكل بسيط. انه انت تنخرط في دورة معينة، انه انت تقود محاضرة معينة، انه انت تعمل دورة تدريبية، تعمل على ادارة مشروع معين، تتولى حدث معين وهكذا. يعني لازم تحمل نفسك مسؤولية معينة عشان تقدر تتعلم هذه المهارة وتتقنها أخي الفاضل. وأحلى شيء وأذكى شيء وأسرع شيء أنه أنت تتعلم المهارة من خلال الممارسة العملية، لأنه بيكون فيها نوع من التحفيز وما بيكون فيها نوع من الملل لنفسك. يعني كثير من الإخوة يعني بتعلم مهارة معينة من خلال يعني نظام محدد، هذا أخي الفاضل بيكون فيه نوع من الإحباط، بينما لما أنت تمارس شيء معين، حدث معين، تدريب معين، تلقي محاضرة معينة، أنت بيكون إتقانك المهارة أسرع وبشكل أفضل.
وبهيك أعزائي المشاهدين بكون وصلت لنهاية حلقتي لهذا اليوم بالتحدث عن موضوع المهارة. هذا موضوع مهم جدا يا جماعة، واهتموا فيه واهتموا في تطوير مهاراتكم، لأنه الناس الأكثر إتقانا للمهارات هي الأعلى أجرا في العالم، وهذه طبعا حسب تقرير وإحصائيات أصدرها موقع لينكد إن. وبحكي لك إذا أنت حبيت تستزيد من هذا الكلام وهذا الموضوع، ارجع للمحاضرة التفاعلية، أنا حضع لكم يعني اللينك على الشاشة، بإمكانك أن تشاهد هذه المحاضرة، لأنه أنا ذكرت المهارات الأكثر طلبا في العالم للعام 2021 والأعلى أجرة. عشان هيك أنا بحكي لك يعني راجع هذه المحاضرة وشاهدها. طبعا ما تنسى تشترك في قناتي لو كنت غير مشترك، وأنه أنت تعمل إعجاب لهذا الفيديو وتشارك هذه الحلقة لغيرك، وحاول أنه أنت تضغط على زر الجرس تصلك كل الحلقات القادمة بإذن الله، وشاهد الحلقات الماضية. بشوفكم على خير، وبتمنى لكم يعني رمضان كريم ومقبولا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.